شكرا لكم كاملين، لان بصدق بصدق اعطيتونا العزيمه، اعطيتونا الروح، اعطيتونا القوه على ان في المغرب ممكن نحقق مجموعه ديال الانتصارات في كل المجالات. طبعا ولا من سي نورمال باش نكرموا هاد الناس اللي علاو رايه البلاد، تنشوفوا الاستقبال الجمهوري والاستقبال الملكي، وحنا تندخلوا في هذا السياق باش نفرحوا بهاد الناس اللي هزوا الرايه ديال البلاد. كنشكر الجمعيه المغربيه للاعلام والناشرين اللي كتنمي هاد الثقافه ديال الاعتراف. وشكرا على تنظيم هاد اللقاء اللي كنعتبره عنده واحد الاهميه خاصه، لان لابد تكون عندنا سياسه الاعتراف. بالنسبه لنا فرصه اننا حتى حنا ندير واحد التكريم اللي شرفوا على هذا المونديال وعلى راسهم السيد فوزي القجح. هذه مبادره جميله بزاف وقويه نظمتها الجمعيه، وفيها واحد الرقي عالي في التعامل. هذا الحفل اللي منظمه الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين، واحد التصفيقات حاره عليهم، الله يجازيكم بخير. شكرا لكاع الصحفيين والاعلاميين اللي كاينين معنا اليوم. Avant de vous donner monsieur le président la parole, je tiens quand même et je profite de cette tribune pour vous remercier au nom de toute l'association pour votre engagement, pour votre dévouement. تقول هذه السيده انا تشكرك جزيل الشكر. نعم كملي. Mais je suis sincère, moi aussi, grâce à lui que cet événement a eu lieu, et s'est acharné pour le faire, parce que dans le son, il avait cette équipe nationale, il voulait vraiment l'accompagner et nous a motivés avec en tant que membre de l'association. Donc merci encore une fois et merci aussi d'avoir supporté toute la logistique de cette cérémonie. Monsieur le Président, فريقنا الوطني المغربي اليوم برئاسة الجامعة الملكية المغربية في شخص السيد فوزي القجع والإطار الوطني وليد الركراكي أعطونا واحد الفرحة، أعطونا واحد البهجة، أعطونا واحد السعادة، ليس فقط للشعب المغربي داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، بل لكل العالم العربي، القارة الإفريقية، لكل دول العالم الثالث. ملايير الألسن رددت اسم المغرب، موروكو، مرويكوس، المغرب أصبح يعني يمكننا نقوله المغرب أصبح يلهم المشاعر بالنية بالروح بالقلب بالتمغربيت وبالحكمة. ممكن أننا في المغرب نحقق المعجزات. اليوم حنا يا كأعضاء المكتب التنفيذي وكأعضاء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ما يمكننا إلا نفرحوا، ما يمكننا إلا نواصلوا سلسلة الانتصارات. ولهذا الغرض هذا تنولي نجدد الشكر ديالي السيد مهدي بن سعيد الوزير الوسيع على القطاع على المجهودات الجبارة اللي قام بها مع الجمعية ديالنا من أجل تطوير قطاع الصحافة بالمغرب. وشكرا على تنظيم هذا اللقاء اللي كنعتبره عنده واحد الاهميه خاصه، لان لابد تكون عندنا سياسه الاعتراف. سياسه الاعتراف اولا بالرؤيه الملكيه الساميه في مجال كره القدم، لان هذه الرؤيه خلت المغرب اليوم تكون عنده من اقوى اكاديميات في مجال كره القدم. نذكر بان مع المجلس الوطني ومع النقابه ومع الجمعيه كنجتهدوا باش نقويوا يعني المجال الاجتماعي للصحفيات والصحفيين، الا بغيناهم كذلك هم يزيدوا يجتهدوا. وغنشكر دابا بصفته الاخرى الوزاريه السيد الوزير القجع اللي في الحقيقه وقف معنا مره اخرى ليلا نهارا باش نوصلوا الاهداف اللي بغينا نوصلوا لها للصحفيات
والصحفيين اللي نسينا ما نشكرهم بحق حتى، لان اكثر من 40 مليون مغربي ما قدرش يمشي للضحى، ولكن عشنا ديك الاجواء غاس للصحافه الوطنيه. اذا مره اخرى اليوم جينا فقط باش يكون هذه السياسه الاعتراف، جينا نشكروا هاد الاخوات والاخوان اللي اجتهدوا معنا. سي ادريس تبارك الله عليك. اليوم دينا واحد ساعة ما كان أو ساعتين باش مرة أخرى نعترفوا ونشكروا بالطبع سيدنا الله ينصرو، ونشكروا بالطبع الجامعة، ونشكروا سي وليد الركراكي واللاعبين بهذا المجهود اللي قاموا بها. أسود الأطلس أكدوا بالملموس أن كرة القدم والرياضة يمكن لها تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يمكن لها تكون في نفس الوقت واحد الحد من التطلعات ديال الشعب المغربي. شوفوا هذا الشيء اللي حصل، كيفاش الرياضه وحدت المغاربه، الرياضه كره القدم وحدت الشعوب العربيه. طبعا ولا من سي نورمال باش نكرموا هاد الناس اللي علاو رايه البلاد، تنشوفوا الاستقبال الجمهوري والاستقبال الملكي، وحنا تندخلوا في هذا السياق باش نفرحوا بهاد الناس اللي هزوا الرايه ديال البلاد. وكانت بالنسبة لنا فرصة أننا حتى حنا ندير واحد التكريم اللي شرفوا على هذا المونديال، وعلى رأسهم السيد فوزي القجع رئيس الفيدرالية المغربية لكرة القدم. أولا كنشكر الجمعية المغربية للإعلام والناشرين اللي كتنمي هذه الثقافة ديال الاعتراف بالانتصارات، لأن كتبني ثقافة إيجابية للمغاربة باش نستعملوا الانتصارات ديالنا باش نزيدوا ننميوا راسنا. يا ولادنا جابوا العز وريوسنا مرفوعة، كلشي كاين عم كيشوفونا نقولوا تيه، كلمتنا مسموعة، كلشي كيوقف كيسمعونا نقولوا تيه، علي مروا فؤاد علي فريقنا علي، كلشي علينا كيدوي مغربنا في العالي، علي الركراكي علي علي القجع علي، كلشي علينا كيدوي مغربنا في العالي. شكرا لكم على هذا الاستقبال للاعتراف بإنجاز للفريق الوطني، فريق الوطني بطبيعة الحال سي وليد طاقم اللاعبين والمسؤولين بشكل عام على تدبير كرة القدم تيديروا خدمتهم في حدود الممكن، ومهما اشتغلوا في هذا الميدان الرياضي بشكل عام المغاربة كجمهور يستحقوا أكثر، والمغرب يستحق أكثر لسبب بسيط، هو العناية التي خصها سيدنا الله ينصره للرياضة والرياضي. الناخب الوطني السيد وليد الركراكي. بغيت نقول لكم شكرا، مي اللي ترا في هذا المونديال ما يقدرش يترا، ولا ما كناش مجموعين، كاين بزاف الناس يخدموا ماشي غير المدرب، اول حاجه الطاقم التقني، اللعابه، الرئيس ديال الجامعه اللي حتى لي واحد الثقه لي كبيره، يحتي لي فرصه باش نكون مدرب ديال المنتخب في المونديال. هضرنا على النيه، هضرنا على بزاف الحوايج بالحق، ملي كنشوفوا مني حنا المغاربه مجموعين وكان هاد النيه وكتبدا من الاول منكم صحفيين، وزافي ان رول تري امبورطون اما في لو سبور اما في ليدوكاسيون، مي اون ا بيزوان دو فو، وان شاء الله جيسبر نبقاو مجموعين هيدا باش ان شاء الله نديرو شي حاجه اللي غتكون كبيره في 2024. اون ان بوبل كي غران، اون ان بيي لي كبير كي سي بوكو ديفلوبي، وكنشوفو مع لي كلوب ودابا مع المنتخب. قلت شو امبوسيبل مي با ماروكان، الى سا توجور ايتي كوم سا، المغربي ملي كيبغي ملي كيتقاتل وملي كيكون مجموع مع العائله ديالو والناس اللي كيبغي وكيقدر يدير ويوصل. هذه مبادره جميله بزاف وقويه انضمتها الجمعيه، وفيها واحد الرقي عالي في التعامل وفي يعني التعبير على الامتنان
الامتنان الكبير للاسود الاطلس اللي ما قدموه لينا، قدموا لنا فرحه كبيره لا توصف، فرحه مازال عايشين بها ويمكن مازال خدمت عليها لا يمكن تبقى مستمره معنا لسنوات، لانه الوجوه ديالهم الابتسامه ديالهم الصور اللي خلدات المغرب واللي خلدات النشيد الوطني وخلدات المغاربه عبر العالم وجابت كل قنوات العالم، مازلنا تنستحضروها وتنقولوا بانه شكرا بزاف بزاف الاسود المغاربه ولكل والجامعه الوطنيه لكره القدم ولكل والجمهور المغربي وكل شيء. Sympathique, bien organisé. Voilà, ça montre que le parcours de l'équipe nationale durant cette dernière Coupe du Monde a fait plaisir à beaucoup de monde, a rendu fier beaucoup de monde. Et ça tombe bien, nous aussi, le staff, les joueurs, on est très fiers de ce parcours. Et Inch'Allah, qu'on aura d'autres parcours comme ce dernier. كنبغي نشكر السي فوزي القجاع والسي وليد الركراكي اللي داروا ثقه في اللاعبين، والحمد لله ثقه ترجمات في الميدان. كنبغي نشكر الجماهير اللي دعمونا، ما خلناش نحسوا اننا لاعبين خارج الديار، بالعكس كنا كنحسوا براسنا اننا لاعبين بحالنا في المغرب. اولا كنبغي نشكر الجمعيه على هذا التكريم هذا اللي كيبقى واحد العربون ديال الاحترام وتقدير لهاد الناس، هاد العمل اللي داروا جميع مكونات لا لاعبين لا اطار لا مسؤولين، حتى حنا بدورنا كنشكركم كثير على هاد الحفل هذا. اول حاجه كنبغي نشكركم بزاف على حفاوات الاستقبال، وان شاء الله هاد البادره الطيبه اللي درتو معنا كنبغيو نشكركم عليها، ونتمنوا من الله ان شاء الله تكون هذه هي البداية انطلاقة ديالنا ان شاء الله للعالمية. Premier trophée qui va être donné par monsieur le président de notre association monsieur Drish Hten. Monsieur Khalid Hurri pour le certificat de reconnaissance. Cool.